بالكبسة السعودي. الأميرة هيفاء محمد آل سعود ترحب بنيمار في نادي الهلال بعقد يمتد لسنة 2025. تعاقد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دي سيلفا البالغ من العمر 31 عاماً مع نادي الهلال السعودي بالمملكة في حفل جماهيري ضخم بالرياض مساء يوم السبت الماضي. تم أكثر من 10,000 مشجع احتفل الجمهور بانضمام نجمهم الجديد لصفوف الأزرق الهلالي وسط ألعاب نارية مكثفة وطائرات بدون طيار. وزي ما حصل في حفل استقبال لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو لما انضم لنادي النصر السعودي، وزي ما حصل مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لما انضم لنادي الاتحاد بعده. والاحتفال بنيمار في السعودية موقفش لحد الحفل، كمان رحبت نائب وزير السياحة السعودي الأميرة هيفاء محمد آل سعود بالنجم البرازيلي بالمملكة برقي وبطريقة خفيفة الظل، وكتبت على حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي إكس تغريدة ترحاب تحت هاشتاج هلا نيمار، وقالت هلا نيمار في السعودية موطن الأبطال والنجوم وأرض الحفاوة والكرم، قريبا بنشوفهم طالبين كبسة ويصورون كرك وكشتين بالنفود. اتفاعل السعوديين على التغريدة اللي كتبتها الأميرة هيفاء آل سعود، وبدأت تعليقات رواد منصة إكس بالترحاب بنيمار بنفس الطريقة تحت هاشتاج هلا نيمار. فغرد مغرد بتويتة قال فيها حياهم في سهيل بالرياض أو العلا يجربون في الجريش والمرقوق ويحلين بالحنيني والمقشوش. كمان كتب مغرد تويتة قال فيها وإن شاء الله يجربون العصيدة، ورد متابع بتغريدة قال فيها ليش كرك؟ وين القهوة المهيلة؟ أعتقد أن الكرك ما يمثل الهوية السعودية. كمان ظهر في التعليقات على تغريدة الأميرة هيفاء مطالبات من عشاق الساحرة المستديرة بالسعودية بالاهتمام بالنادي الأهلي السعودي وضم لاعب عالمي للفريق زي ما حصل مع نادي النصر ونادي الاتحاد ونادي الهلال. فكتب مغرد تعليقة قال فيها طب متى يجي للأهلي لاعب من نفس فئة أندية الصندوق الأخرى؟ يا سمو الأميرة هدية من روح السعودية. وتغريدة تانية من متابع قال للأميرة متى نشوف للأهلي لاعب عالمي؟ الأهلي مظلوم ولا جابوا له لاعب مثل نيمار وبنزيما وكريستيانو. وكتب مغرد تعليق قال فيه والأهلي الآن ما جاله أي لاعب من فئة أولى سمو الأميرة، الأهلي رابع الأندية بالصندوق، للآن أقل دعم، ممكن نفهم وش اللي حصل؟ ورغم الفرحة الشديدة بانضمام نيمار لنادي الهلال السعودي إلا أن مدرب خاروخي خيسيوس فاجئ جماهير الهلال السعودي بإصابة النجم البرازيلي، والخبر ده أعلنه في مؤتمر صحفي بعد آخر مواجهة في دوري روشن السعودي للمحترفين بين فريق الهلال ضد الفيحاء. كمان صرح أن الإصابة اللي بيعاني منها نيمار هتمنعه من المشاركات في الجولات الجاية، ومحدش عارف إمتى هيرجع وينضم للمشاركة في تدريبات الأزرق الهلالي. طبعاً الخبر كان مفاجأة لمشجعين نادي الهلال، بس اتمنوا لنيمار الشفاء والتعافي السريع والانتظام في صفوف النادي وإمتاع الجمهور بمهاراته الفردية في اللعب.